أهلا بكم. ظهور الفنانة سمية الألفي بعد رحلتها مع المرض وانتصارها على السرطان. سمية الألفي من مواليد 23 يوليو سنة 1953، خريجة كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اجتماع. ومن أعمالها أولاد علي بومبا سنة 1976، ثم فيلم الحساب يا مزمزين، وعلي بيه مظهر، والأربعين حرامي، والراية البيضة، وبوابة الحلواني، وليالي الحلمية. ظهرت سمية الألفي مع أولادها أحمد وعمر في أحد المطاعم، وكان ابنها عمر بيعدلها الأكل، وأحمد الفيشاوي بيصور، وهم فرحانين بعودتها مرة أخرى وشعرها اللي طلع مرة أخرى، لأن عارفين ابن مريض السرطان بيعاني، وأول حاجة بيعانيها أهله كمان معاه، وسقوط الشعر وتغير في شكلها مما أثار يعني شماتة وسخرية وتنمر بعض الناس عليها، وده اللي احنا مش قابلينه طبعا، لأن هي فنانة جميلة وفنانة هادئة وفنانة محترمة، ومن زمن الفن الراقي الجميل، ومن الناس اللي اتريقوا واتنمروا عليها وقالوا لها انت شبه حزلقوم، وده احنا طبعا مش قابلينه بسبب تغير شكلها طبعا نتيجة المرض، والمرض حاجة صعبة، والمرض بتاع ربنا، واللي طلع عليها الكلام ده هيبتلى ان شاء الله، لان المرض ده ابتلاء، وابتلاء عظيم من ربنا، وربنا شافيها وعافيها، وبنتمنى لها الصحة والعافية. وظهر احمد الفيشاوي بيقول لها بحبك يا ماما، فهي ردت عليه بتقول له انا كمان بحبك، وبسبب تغير في شكلها لانها خضعت لعمليات جراحيه طبعا في الصدر، وازاله ورم السرطان كان في الغدد الليمفاويه، وخضعت للعلاج الكيماوي كان نتيجته ان شعرها سقط. وظهرت سميه الالفي بشعر قصير في منتهى الشياكه وفي قمه الجمال، وكان السرطان عندها من الدرجه الرابعه ونوع نادر جدا، وهي اتغلبت على المرض ونجحت في ان هي تتغلب عليه. بنسال الله العلي العظيم الشفاء العاجل ليها ودوام الصحة والعافية. كمان كان عندها مشاكل في الكلى، كلام قاسي طبعا اتقال على سمية الألفي. أحمد الفيشاوي علق على الكلام وقال أمي فوق راسي وتاج على راسي وعلى راس الجميع. طبعا الأم أغلى حاجة في الدنيا، وهي ريحانة البيت، وهي بركة البيت. وأول مرة ظهرت فيها سمية الألفي في مسلسل أفواه وأنارب، وطبعا اتجوزت من فاروق الفيشاوي، كان نتيجة الزيجة أحمد الفيشاوي الممثل الجميل وأخوه عمر. أجهضت 12 مرة، ورحلة علاج صعبة مع السرطان اللي انتصرت عليه بقوة الرحمن. بعدت فترة كبيرة عن الجماهير وعن المتابعين والمحبين لها بسبب السرطان، وكان الفيديو ده هو بمثابة الرجعة ليها، وبمثابة ان المتابعين والمحبين لسمية الألفي اطمنوا عليها وعلى حالتها الصحية والتعافي من مرض السرطان. وعبر الكثير من المتابعين والمحبين لها بسعادتهم لرؤيتها، وانا منهم طبعا، وربنا يشفيها ويعافيها. ومرض السرطان بيجي نتيجة ضغوط نفسية واتعاب نفسية، فكل ست مننا بتعاني، وهي فنانة كبيرة وجميلة، وربنا يشفيها ويطول في عمرها. انتصرت على السرطان سمية الألفي، جمال طبيعي بدون أي تكلف. والله كنت بحسها في أفلامها ملكة، ملكة متوجة بجد، يعني رقة وجمال طبيعي، مش محتاجة أي مكياج، مش محتاجة أي تكلف، ست جميلة وست محترمة، وكل اللي سمعناه عنها خير، وأنا بلوم على الناس الشمتانة والسخرية والتنمر، لأن هي ست جميلة وفي السبعين من عمرها، أطال الله في عمرها، وربنا يخليها لأولادها، وربنا يشفيها ويعافيها. الأم بركة البيت يا جماعة، الأم بركة البيت، وياريت ما نتنمرش على بعض، اللي بيتنمر عليها واللي بيقولوا عليها الكلام السيء ده مصيرهم هيبقوا زيها، ويشوفوا اللي هي شافته في رحلة مرضها. بنتمنى للجميع الصحة والعافية، ويا ريت نطبطب على بعض ويكون فين قلوبنا رحمة لبعض. أشوفكم في فيديو آخر.